لو انا حد بيسمعنا وهو مش قادر يخش السنه الجديده لان السنه اللي فاتت مش بس كانت تقيله عليه، بس يمكن كان فيها جروح، يمكن او جروح من الماضي، جروح من الطفوله حتى، شايلها كل السنين دي زي ما انت قلتي كانه شايل شنطه كلها طوب، فكل السنين دي خلاص هي على قلبه تقيله. صح. نعمل ايه يعني؟ ازاي ممكن الست اللي بتسمعنا او البنوته اللي بتسمعنا لو هي حصل لها حاجات، شايله التجارب دي، شايله الثقل ده، ازاي احنا نديها حاجات عمليه مش كلام، عمليه بانها ترمي ده، ترمي الحمل. بص انا هقول لك الاول حاجه، الكلام عشان نبدا نتكلم قعدنا 3 سنين، صح؟ صح. يعني الطفل لو راقبتيه من تاني سنه بيبدا يتكلم عشان يبقى كلامه مفهوم، 3 سنين، فالكلام مش سهل. اوكي، طالما عقلك جاب الفكره وقلبك حس بمشاعرها ايا كانت هي ايه، يبقى هي تقدري تحققيها وتقدري توصلي لها. حلو. طب انا دلوقتي زي ما انت قلتي انا شايله حاجات كتير، اصل انا كلمه الكلام سهل ناس كتير جدا بيقولوها، بس هو الحقيقه ان هو مش سهل خالص، فاهم قصدي؟ طالما انا فهمتها هو فعلا مش سهل، مش سهل ان انت تستوعبها، لان انا ممكن انت تقولي لي كلام وتقول لحد تاني نفس الكلام، انا فهمها بطريقه هو يفهمها بطريقه تانية، انا بفهمها بناء على وعي دلوقتي وعلى انا عقلي محتاج ايه دلوقتي. تمام. فكل واحده دلوقتي بتسمعنا بناء على استقبالك للكلام ده اللي انت محتاجه تظبطيه وتغيريه. فمثلا ممكن اجي اقول لك مين اكتر حد انت مش مسامحاه، حد كده يجي في دماغك ينور كده. هو ده اللي انت محتاجه تشتغلي عليه، ما ممكن يكون حد اذاكي اكتر بس ده اللي جه في دماغك دلوقتي. تعالي بقى نرجع تاني للسؤال بتاعك اللي هو اعمل ايه عملي عشان اقدر ان انا اطلع او اتحرر من التراكمات القديمه بقى كلها، واللي بتبقى بجد مقيداني طبعا. اول حاجه اكتب. حلو. اكتبي، هقول لك تمرين مهم قوي 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 قوي، ويعني مش عايزه اقول لك تاثيره عامل ازاي. انا دلوقتي زعلانه منك ومتضايقه، الزعل ده جوايا ولا جواكي؟ جوايا انا. فمين اللي شايل الهم ده؟ انا. ومين اللي استقبل كلامك على انه زعل؟ انا. فانا هعمل ايه؟ هكتب لك جواب، هبدا اكتب لك اقول لك انا زعلت منك لما عملتي كذا 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 كذا، انا غضبانه منك عشان 1 2 3، انا خايفه او انت كنتي سبب في ان انا احس ان انا خايفه من كذا كذا كذا. فابدا اكتب كل المشاعر اللي انت حسستيهاني في ورقه. تمام. تمام. هقلب الورقه وفي صفحه تانية هكتب انت هتردي عليا تقولي لي ايه. اوكي. مش انا اللي زعلانه بيني وبين نفسي، كاني بكلمك بالظبط. فانت هتقولي ايه الكلام اللي انت لو قلتيه لي انا هسامحك وخلاص مش هبقى زعلانه، ما تزعليش ما كانش قصدي، وبحبك وبقدرك وانا اسفه وسامحيني، واي كلام عايزه تقوليه اسمعيه اكتبيه اكن الشخص اللي قدامك بيقوله لك. وبعدين ارجعي انت تاني قولي له ان انت مسامحاه، وقولي له ان انت خلاص هتحاولي تسامحيه او نويتي انك تسامحيه، وفي الاخر خالص قطعي الورقه. بس دي حاجه حلوه قوي، لان كمان في ناس لما بتيجي بتبقى مش قادره تغفر لحد، مش قادره تسامح حد، ممكن يبقى الشخص ده كمان مش موجود. بالظبط. يعني في ناس انا ممكن اروح اعاتبها واتكلم معاها ونصفي الدنيا ما بيننا، بس في ناس تانية ما بقتش موجوده، فده بيبقى يعني هم، وفي نفس الوقت عايزه اتخلص منه، الواحد بيبقى صعب عليه قوي كده. فالاكسرسايز ده او الاكتيفيتي دي سهل جدا، حاجه بتخليني ان انا اعمل الديالوج ده، اعمل الكلام ده.